الإسلام السياسي بدرجاته المتفاوتة بين الشدة والاعتدال دخل ساحات الحياة السياسية العربية من جديد، لكن من أبوابها الرسمية هذه المرة. فالتظاهرات التي نجح بعضها فيما يسعى بعضها الآخر لبلوغ أهدافه حملت للميادين أصواتا كانت محظورة. في المقابل تعرب أصوات غربية خصوصا في الولايات المتحدة عن تخوفها وأيضا عن قلقها حيال وجهة التعامل مع تلك الظاهرة. نسلط الضوء في التقرير التالي على الحالة الليبية ثم نعود بعدها للنقاش. كما حدث في مصر، ها هم المعتقلون السياسيون في ليبيا يرون فضاء الحرية. هنا أيضا غالبية هؤلاء من الذين انخرطوا فيما يسمى بالإسلام السياسي، والمتابع لمشاهد الصراع في ليبيا منذ فبراير حتى الآن سيجد عنصر الإسلاميين حاضرا بقوة، ليس في خطب القذافي فقط وإنما في أرض الواقع أيضا في معسكر الثوار أنفسهم. ورغم إعلان المجلس الوطني أن التحقيق في اغتيال قائد قواته اللواء عبد الفتاح يونس لم ينجز بعد، فإن أسرته سارعت باتهام التطرف الإسلامي. إنها جماعة إسلامية متطرفة ارتكبت جريمة الاغتيال. أوصاف شهود العيان من حرس والدي لمرتكب الجريمة، شكلهم ولحاهم وإسلوبهم في الكلام ونطق الحروف، كل القرائن تشير إلى أنهم يأتون من خلفية متطرفة. هناك أصوات خصوصا في الغرب بدأت تعلن عن تخوفها من أسلمة ليبيا سياسيا، والبعض يشير لما يتسرب من أنباء عن مشروع دستور ليبيا الجديدة والذي انتقل بعلاقة الدين بالدولة من الإسلام دين الدولة في دستور الملكية الليبية إلى الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع في المشروع الجديد. 4 عقود عاشها الليبيون في دولة لم يكن للدين فيها أدوار سياسية، من دون أن ننسى أن في ليبيا مجتمعا محافظا وأحادي الديانة. إلا أن الخطاب الثوري في ليبيا تبنى في الوقت ذاته مقولات التعددية والديمقراطية، فهل ثمة صراع في الأفق؟ ومعنا في الاستوديو الدكتور ناصر بوزخار الأكاديمي الليبي في جامعة هارتفورتشير، وعبر الهاتف من باريس الدكتور الهادي شلوف رئيس حزب العدالة والديمقراطية الليبي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور بوزخار، أبدأ من حيث انتهى تقرير الزميل ناصر فرغلي، طرح تساؤل هل ثمة صراع في الأفق داخل ليبيا هنا بين المجموعات الإسلامية التي يمكن للبعض أن يصفها بأنها متطرفة، والتيار الليبرالي الذي يحاول أن ينشئ ليبيا جديدة ربما تسعد الغرب لكنها لا تسعد الكثيرين من الليبيين؟ بالنسبة لليبيا الفئات المتطرفة هذه يعني لا تشكل أغلبية المجتمع الليبي، فإن كانت موجودة فهي حتكون أقلية. المجتمع الليبي بطبيعته هو مجتمع وسطي ناحية الدين والإسلام إلى غيره، فبالتالي الصراع يعني سوف لن يكون حاد إذا أردت يعني وصف للعملية. فبالتالي أيضا الصراع ما بين كما ذكرت الإسلاميين والليبراليين وإلى آخره، إذا كان وفقا إلى اللعبة السياسية والديمقراطية في ليبيا فهذا لا بأس به. طيب، هناك عدة نقاط سنعرج عليها للحديث أكثر عن هذه الظاهرة في ليبيا، لكن دعني أخذ رأي الدكتور الهادي شلوف من باريس. دكتور شلوف، تساؤل هنا حول ربما حجم هذه الجماعات الإسلامية التي يمكن أن توصف في ليبيا بأنها جماعات إسلامية متطرفة، وهل هي قادرة بالفعل على التأثير على المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة؟ في الواقع الأمر ليست لدينا دراسة علمية تحدد ما هي المجموعات الإسلامية من عدمها، ولكن في جميع الأحوال بكل تأكيد يجب علينا القول بأن الشعب الليبي هو كله مسلم، وغالبية الليبيين هم مسلمين على ما حسب الإحصائيات، أن أكثر من 199% و9% يعني أي 100% هم مسلمين، وليس هناك أي صراع طائفي ديني كما هو الحال في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى. ومن ثم مسألة الدستور في وجهة نظرنا كقانوني وأيضا بوصف مؤسس ورئيس حزب العدالة والديمقراطية الليبي، نرى أنها مسألة يجب أن تتم وفق دراسة مستفيضة
وأيضا هذه الدراسة يجب أن تخرج إلى إنشاء لجنة تأسيسية بحيث أن تقوم بدراسة الأوضاع الاجتماعية، ومن هنا أي دستور نحن نقول مهما أن كان نوعه يجب أن يعرض على المواطنين بعد أن يتاح الفرصة للإعلان عنه إعلانيا ومناقشته من قبل أفراد الشعب الليبي وعبر وسائل المتاحة إعلانيا وعدمها. وهنا سيتم الاستفتاء على هذا الدستور، فبالتالي المسألة ليست هناك تخوف من أي جهة من الجهات، وإن اختيار في نهاية الأمر أي اختيار ديمقراطي يجب أن يكون هو عن طريق صناديق الاقتراع، وهي لربما هذه القاعدة القانونية والديمقراطية سليمة. ولكن لربما سأرجع إلى نقطة مهمة جدا كما حصل في الانتخابات الجزائرية عندما تدخل الغرب وتدخلت أيضا المجموعات التي هي ضد الإسلام وضد المسلمين، عندما تم اختيار الإسلام والمسلمين والتنظيم الإسلامي في الجزائر لأن يكون في مقدمة الذين تم انتخابهم واختيارهم، فنحن لا نريد أن يكون ذلك، وما نطمح إليه حقيقة هو أن تكون هناك حرية لجميع الأحزاب وجميع التوجهات السياسية، وهذه التوجهات السياسية مهما إن كانت سوف لن يكون لدينا خوف من العلمانيين أو المتطرفين العلمانيين وأيضا من الإسلاميين أو المتطرفين الإسلاميين، ومن ثم سنترك الأمر لصناديق الاقتراع. تفضلت وقلت يجب أن نتمكن من وقف أي تطور لهذه ربما الجماعات الإسلامية المتطرفة باتجاه أن تملي ما تريده من دستور مقبل لليبيا، ربما لدرء مخاوف الغرب، ربما من أجل مصلحة بقية أبناء أو أطياف الشعب الليبي ممن لا تريد هكذا تطرف في النظام في ليبيا. كيف يمكن فعل ذلك وليبيا الآن لا تعرف حجم هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة لديها؟ بكل تأكيد المسألة هنا نحن سوف لن نسمح لأي دولة أن تملي علينا برغم من الصداقات والمساعدات التي قدمت إلينا بالتوراة، سوف لن نسمح بأي حال أن تمنع علينا أي قواعد أو أي اتجاهات أو أي ايديولوجيات. الأمر متروك لأبناء الشعب الليبي وهم الذين يجب أن يختاروا ما يرونه مناسب، فإذا كانت الأغلبية اختارت أن يكون أي تنظيم سياسي، هذا التنظيم السياسي إن كان إسلامي أو إسلامي متطرف أو غير متطرف، أو علماني أو علماني متطرف أو غير متطرف، فهذه مسألة يجب أن تترك لأبناء الشعب الليبي، وهي قاعدة يجب أن نحن جميع الدول العربية والإسلامية لربما يجب علينا الاتجاه إلى إعطاء الحق عن طريق صناديق الاقتراع. يجب أن يكون هناك استفتاء عام لأبناء الشعب لكي يختاروا من يروه مناسبا، ومن ثم يجب علينا أن نقبل بهذه النتيجة. لربما القبول بالنتيجة هو الفيصل الوحيد الذي يجب أن نحتكم إليه. وهذا هو التساؤل الذي أريد أن أطرحه على دكتور ناصر مزخار. لو وصلت الأمور إلى الاستفتاء حول دستور جديد ورأينا أن الإسلاميين فازوا لسبب أو لآخر، الجميع يعرف أن ليبيا الديانة الرئيسية فيها هي الإسلام، الناس يدينون بالإسلام، هم معتدلون كما تفضلت وقلت، لكن ماذا لو تحدث إليهم أحد بلغة أخرى وحولهم نحو ما قد يوصف بأنه إسلام متطرف، وصوت هؤلاء لصالح دستور لا يرضي الغرب ولا يرضي جيران ليبيا؟ إذن ماذا؟ أنتم أمام معضلة ربما تشبه معضلة الجزائر. في البداية دعني أوضح النقطة قبل أن نجيب على السؤال. بالنسبة للمجلس الانتقالي الوطني في ليبيا منذ شهر بالتحديد يوم 3/8 أصدر ما يعرف بالإعلان الدستوري. في وثيقة الإعلان الدستوري طبعا فيه العديد من المواد، وطبعا المواد هذه مصنفة بشكل يضمن الحقوق والحريات بالنسبة للليبيين، كيفية الحكم في الفترة الانتقالية، وأيضا فيما يتعلق بالأمور القضائية. في جزء مهم من ضمن هذه المواد يتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني في ليبيا، وهذا سيتم بعد
تحرير كل المناطق والمدن في ليبيا. وهذا المؤتمر سوف يتم انتخابه من قبل الليبيين، من قبل الشعب الليبي. وظيفة المؤتمر الوطني هو لتأسيس أو تكوين ما يعرف باللجنة الدستورية التأسيسية. اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وهذه اللجنة بحكم أن اختيارها تم من قبل المؤتمر الوطني، فبالتالي يجب أن يعني تكون أو تعكس الدستور. تعتقد أن سيكون فيها نوع من التوازن وسترسل رسائل إلى الداخل والخارج كي لا ربما يثار الذعر من احتمال حدوث سيناريو لا يريده الغرب ربما؟ هذا يعني بحكم أن هذه الهيئة حيتم تكوينها أو تكوين الأعضاء فيها من قبل المؤتمر الوطني، فلا نتوقع أن يعني تكون فيه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بمن سيحكم فيما بعد، لأن هذه اللجنة حتضع الدستور. نأمل أن يكون الدستور يكفل الحقوق والحريات للجميع. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن في الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الوطني هنالك تحفظات من قبل فئات عديدة من الليبيين، وخص بالذكر الناطقين باللغة الأمازيغية في ليبيا، لأن ما هو موجود في الإعلان الدستوري هو أن اللغة الرسمية لليبيا هي فقط اللغة العربية، ولم يأخذ في الاعتبار اللغة الأمازيغية مثلا، لأن الأمازيغ في فترة التحرير هذه دفعوا دماء كثيرة، هم شاركوا إخوانهم الليبيين الآخرين في تحرير ليبيا من نظام القذافي، فبالتالي إذا كان لم يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار فبالتالي يعني سوف لن يعكس الطموحات الأمازيغ مثلا في ليبيا. وهنالك ايضا ربما فئات اخرى قد تم تهميشها. الجميع يعرف دكتور مصر ان هذه الاقليات ربما في بلد مثل لبنان تؤدي الى اقرار نوع من التوازن او ربما التفاهم ما على الارض من كي لا يعود العنف الى البلاد. وهناك ايضا نوع من توازن اخر، نوع اخر من التوازن مثلا المجلس العسكري في مصر. هنا تساؤل لك دكتور الهادي شلوف من باريس، من يضمن هكذا التوازن في ليبيا مثل التوازن الذي يحدثه المجلس العسكري في مصر وربما العسكر في تركيا أو الأقليات في لبنان؟ بكل تأكيد المسألة المصرية والمسألة التركية وغيرها من المسائل التونسية وغيرها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطبقها على الواقع الليبي لعدة عوامل. أولا اللي ربما نرى أنه خلال 42 عاما لقد غيب الشعب الليبي ولم تكن للدولة الليبية أي مؤسسات قانونية، ومن تم هناك اختلاف جوهري وكبير من حيث أن مصر لديها مؤسسات قانونية ولديها جيش ولديها أجهزة مهمة في الدولة، بينما في واقع الأمر بالنسبة لليبيا نرى أن هناك فراغ كبير، وهذا الفراغ الآن بكل تأكيد سيحتاج لعمل دؤوب من جميع أفراد الشعب الليبي. أولا لربما سيكون بتأسيس الجمعية التأسيسية للدستور الليبي، هنا سيتم نقاش كل هذه المسائل، لأنه لا يمكن أن تحصل أي انتخابات ولا يمكن أن يحصل أي إجراء دون أن تكون هناك قواعد قانونية. وهذه القواعد القانونية لابد أن تستمد من الدستور، ولابد أن يكون هناك برلمان، ولابد أن يكون هناك مجلس للشيوخ، وحسب النظام الذي سيختاره الشعب الليبي، نظام برلماني أو نظام رئاسي. وفي هذه الحالة المسألة بجميع الأحوال نحن نقول يجب على أبناء الشعب الليبي الآن عدم قبول أي إعلان دستوري أو أي مشروع دستوري دون أن تكون هناك جمعية تأسيسية تقوم بصياغة الدستور ويتم عرض هذا الدستور على جميع أفراد الشعب الليبي ومناقشته من جميع أفراد الشعب الليبي والاستفتاء عليه. شكرا جزيلا لك ضيفي من باريس عبر الهاتف دكتور الهادي شلوف رئيس حزب العدالة والديمقراطية الليبي، وأيضا أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور ناصر بوزخار الأكاديمي الليبي في جامعة هارفرد. شكرا لك. شكرا.